احنا انا قلت يا طارق، طالما لجنه الانضباط عودتنا قبل انه خلال ثلاث يعني 72 ساعه تصدر قرار، من المفترض انه كان يصدر قرار. انا الى اليوم تقريبا كم من مباراه الى والهلال الى الان ما صدر اي قرار. زي ما تفضل زميل فيصل، كان في رمي قوارير من جماهير الهلال. انا شفت تصرف عبد الله العباشير، يمكن تقريبا كان في حركه استفزازيه، وانا ما ادري كيف تقدر او تفسر الامر. ايضا متروك لجنه الانضباط. ايضا في سؤال، انا شفت عبد الله العشير اثناء دخوله الى الممر كان هناك اندفاع من ياسر الشهراني وعبد الله او محمد جحفلي. حقيقه ما ادري ايش اللي صار بعد كده داخل الممر، لانه في مراقبين، لانه على حد علمي انه حتى في مراقب يكون متواجد اول ما يدخل اللاعبين للممر، يكون في مراقب متواجد في الممر. وفي حادثه سابقه صارت ما بين حسين عبد الغني وحسن معاذ بعد مباراه اتحاد واحد في جده، واللي صار فيها اعتداء من حسن على حسين، ودون المحضر في محضر المراقب انه كان في اعتداء من اللاعب، ويمكن تقريبا يعني حتى صورت بكاميرا الجوال. انا اللي بقوله دائما انه لجنه الانضباط حتى لا تعطي انطباع سيء عنها ولا تترك الامور عايمه وتفسر الامور بشكل خاطئ، يجب ان تتعامل بمساواه مع جميع الانديه على خط ومسافه واحده. طيب، اذا كان في احداث تذكر في هذه